يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أحد المدرسين لنا في المدرسة بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل في المسجد اضطرارا، لأنهم لما وسعوا المسجد احتاروا هل ينبشون قبره عليه الصلاة والسلام أو لا، فتركوه وأدخلوه في المسجد من باب الاضطرار، فهل كلام المدرس صحيح؟ هذا كلام من عنده من كيسه، لا ما أحد قال بهذا، لا أحد قال بهذا. الذي أدخله الوليد بن عبد الملك تصرفا منه ولم يقره عليه أهل العلم في وقته، لم يقروه عليه ولم يستشرهم ويأخذ رأيهم في هذا. نعم.